شكرا لك يا زميلي عبد العزيز. ايضا في فندق اين تقام او اين يقيمون المنتخب العراقي والمنتخب الاماراتي وايضا المجموعه الرابعه. عماد محمد لاعب المنتخب العراقي كابتن، يعني الخساره كانت ثقيله اليوم، ما كانت متوقعه خصوصا ما قدمتوه في الشوط الاول، شو اللي صار بالشوط الثاني؟ والله يعني نقول الحمد لله والشكر اول شيء، كل اللي يحصل هو يعني من عند الله، واعتقد الفريق وادى مباراه جيده اليوم، لكن خطا بالاخير فاول وصار جول، وهاي حال كره القدم، يعني كل فريق معرض ان يؤدي مباراه جيده لكن بالاخير يطلع خسران. اعتقد اليوم قدمنا مباراه جيده وان شاء الله نكمل لنهايه المطاف يعني بنفس المستوى بنفس العزيمه والهمه، وان شاء الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى. كان في تعليمات بين الشوطين من المدرب؟ يعني موجودة التعليمات وكنا مطبقينها، يعني أعتقد كل اللاعبين كانوا مطبقين التعليمات، لكن تصير أخطاء، اللاعب هو بشر ومعرض للخطأ فتصير أخطاء، وصارت عندنا أخطاء والفريق الإيراني أيضا صارت عنده أخطاء، لكن هم استغلوا الخطأ الأخير من كرة ثابتة وسجلوا من عند هدف. شو حكاية باسم عباس اللاعب العراقي والتصريح الذي أطلقه ضد المدرب؟ عندك فكرة؟ أنا هسه أسمع منك، يعني ما أعرف أي تصريح مصرح باسم، ما عندي أي معلومة عن هذا التصريح. يقال أنه هناك خلافات بينه وبين المدرب. ما أعرف والله، إذا هو عنده خلافات أعتقد تقدر تروح أن تسأل الباسم أو تسأل المدرب إذا كان في خلافات، بس اللي أعرفه أنا باسم ملتزم بالتمارين ويتمرن وموجود مع الفريق وكان على مصطبة الاحتياط اليوم وماكو أي خلاف. يعني مباراة المقبلة مع الإمارات، يعني لقاء عربي خالص، كيف ستخوضون هذا اللقاء بعد هذه الخسارة؟ إن شاء الله راح ندخل بعزيمة أقوى من اليوم، ومباراة يعني تعرف أنت مباراة يعني يتحدد موقفك يعني بالنسبة للمجموعة، بعد ما عندك أمل إذا تخسر أو تتعادل، يعني الفوز الوحيد هو اللي يخليك داخل المنافسة. فأعتقد يعني الفريق الإماراتي فريق جيد وراح نحسب له الحساب، والمباراة أعتقد راح تكون قوية لأن الفريق الإماراتي أيضا محتاج للنقاط لأن تعادل اليوم، فإن شاء الله يعني راح تكون مباراة قوية إن شاء الله. سؤال أخير بس، أكيد صار في اجتماع بعد المباراة وهون في الفندق شيراتون، خبرنا بس شوي شو دار فيه. أي اجتماع؟ اجتماع مع اللجنة الفنية تاعتكم، يعني هل حثوكم على إعطاء المزيد وباركوا لكم؟ شوف لحد الآن ما صار أي اجتماع، اللاعبين من بعد المباراة راحوا على العشاء وما صار أي اجتماع لحد الآن. شكرا شكرا عماد. هذه الخسارة أمام إيران، صاحب عباس، صاحب يعني أنت على دكة باسم عباس، أنت دائما على دكة الاحتياط، خبرنا شوي كيف قرأت المباراة وأنت على دكة الاحتياط. من البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة كانت البداية الشوط الأول بالذات كان شوط عراقي، لكن ما قدرنا أن نحرز جميع الفرص اللي تاحت للمنتخب، والمنتخب الإيراني سنحت له الفرص وقدر أن يسجل هدفين وقدر أن يحقق 3 نقاط، لكن احنا طموحنا كان احنا نحقق 3 نقاط لان احنا بطل اسيا اول شيء، وثاني شيء هذه 3 نقاط تدفعنا دفعه كبيره للامام اللي تاهلنا الدور الثاني. الحمد لله على كل شيء، الفريق قدم كل ما يملك من لاعبين من غيره داخل الملعب، وكره القدم هي فوز وخساره، وهذا اللي صار داخل الملعب، وانتهت المباراه فوز المنتخب الايراني. باسم، اليوم الاتحاد العراقي منذ بعض الوقت أعلن أنه جدد الثقة بالمدرب سيتكا، وأنت لا نعلم لماذا أنت مستبعد عن تشكيلة سيتكا، ربما هناك تصريح ما صدر في الإعلان وأثار غضب سيتكا، فتجديد الثقة اليوم المنتخب العراقي، كيف تنظر إلى هذه الثقة وأنت الذي قلت في تصريح لك أنه هذا المدرب لا يملك الخبرة الكافية؟ والله شوف، التصريح هو اجى تقريبا قبل ثلاثة ايام، لكن اليوم هو ظهر على الصحف، ولكن انا قبل 3 ايام 4 ايام انا خارج التشكيلة، بس ما خصت يعني بلعبي او بدون لعبي او مشاركتي مع المنتخب بالتشكيلة الاساسية او عدم المشاركة، هذا شيء عايد الي كمدرب، لكن هذا وجهة نظر الخاصة، وانا بالنسبة لي يعني جندي مجند لخدمة البلد بأي وقت كان، ان كان الحين وان كان بعد هذه المباراة والمباراة الثالثة. هذا المدرب هو عايد إليه،
يعني يكون انا مشارك او بدون مشاركه او على دكه الاحتياط او على المدرج، هذا الشيء عائد الى كمدرب، وانا احترم وجهه المدرب، لكن بالمقابل انا احترم وجهه نظر الجمهور العراقي. الجمهور العراقي انا يعني عشت معاناة الجمهور العراقي حقيقة، لأن احنا صار عندنا كثير من الإخفاقات، وعشت الكلام مالتهم، وعشت الفرحة، وعشت الحزن، فأنا ما يملى عيني غير فرحة الجمهور العراقي، وأنا من حرص على العراق أنا أتكلم بهذا الشيء، وأنا أتأسف نيابة عن اللاعبين، ولو أنا ما شاركت لكن أتأسف نيابة عن اللاعبين، وإحنا كلنا نتحمل مسؤولية الخسارة، وأتأسف نيابة عن اللاعبين للجمهور العراقي، وإن شاء الله عندنا مباراة قادمة ان شاء الله نعوض ونحصل على 6 نقاط لتأهل الدوري الثاني. جربت تتواصل معه ولا سيتكا بخصوص استبعادك عن التشكيلة؟ انا ما خصنا اروح اتكلم مع المدرب، لان هذا شيء خاص بي، بالنسبة لي انا اتمرن وادي الواجب اللي علي بالاعداد التدريبية واطلع، وتكون هو النقاش مع الكادر الفني. في قسم يعني قابلين على مشاركته وقسم عدم مشاركته، وهذا شيء عايد لهم. بالنسبة لي انا قلت لك جندي، واللي هم يؤمرون بي انا راح اكون انفذه. كاتحاد عراقي هل تدخل بهذا الموضوع او لا؟ ما اعرف هذا الشيء، ما اسال عليه، لان انا قلت لك ما خصنا بهاي الامور. انا بالنسبه لي لاعب اتمرن واطلع. المباراه المقبله مع الامارات كيف تنظر اليها؟ والله المباراه راح تكون صعبه، لان انت تعرف المنتخب الاماراتي منتخب جيد، واحنا لابد من الحصول على 3 نقاط، يعني التعادل ما يفيدنا، لابد الحصول على 3 نقاط، فراح تكون المباراه صعبه بالنسبه للمنتخب العراقي، لكن الحذر راح يكون واجب. ايضا يعني عدم تسجيل هدف في مرمى المنتخب العراقي راح ينطي دافع كبير لخوض مباراه كبيره ولخوض 3 نقاط واحراز 3 نقاط باسرع وقت ممكن، وان شاء الله تنحسم المباراه من اول شوط. تعتقد انه مدرب سيتكا في حال لا سمح الله خسر المنتخب العراقي مباراه الامارات ومباراه كوريا الشماليه، هل سيبقى سيتكا؟ والله هذا الشيء عايد للمسؤولين على وقائمين على الرياضه العراقيه، والجمهور راح يبقى صدى الجمهور والشارع الرياضي شنو راح يتكلم بخصوص هذا الشيء، لكن انا قلت لك ما خصنا بهاي الامور، انا بالنسبه لي لاعب قد واجب اطلع. بلكي عندك تصريح اخر؟ حاليا لما عندي أي تصريح. شكرا للاعب منتخب العراق باسم عباس، نتمنى إن شاء الله أن تكون في التشكيلة في المباراة المقبلة ضد الإمارات. هذا كل شيء هنا، ونشكر شجاعة باسم عباس، تحدى كل الظروف المعيقة للتصريح الإعلامي للاعبي منتخب العراق وأتى إلى الجزيرة الرياضية. شكرا لك يا باسم عباس، نتمنى كل التوفيق لمنتخب العراق وأيضا لكل المنتخبات العربية في هذه البطولة الآسيوية. أعود إليك مجددا زميلي عبد العزيز.